احتفاء باليوم الوطني للإمام وفي الذكرى 22 لوفاة الإمام الشيخ سيدي محمد بن الكبير بولاية أضرار وبحضور متميز لمشائخ وعلماء وأساتذة وباحثين وكذا محبي الشيخ عقد الملتقى الوطني العشرين تحت عنوان مختصر خليل ومحوريته في المذهب المالكي والدرس البلكبيري. مختصر خليل وكيف كان الشيخ ابن الكبير رحمه الله مهتما به، وهو يمثل مرجعا من مراجع المراجع الدينية في الجزائر. فقد كان جميع العلماء ولا سيما الشيخ بن الكبير على رأسهم يربط طلبته بمختصر خليل في الفقه، فكثير ما يورد المسألة ويقول ما قاله ابن عاشر وسل المسالك والرسالة ويعقبها كذلك بقول الشيخ خليل، فتجد أن هذا المشرب العلمي الذي حازه شيخنا رحمة الله عليه جعل المجتمع متناسبا ومتماسكا ومنسجما إلى حد بعيد، ولذلك كان رحمه الله دائما يحافظ على منهجية الوسطية والاعتدال في العطاء العلمي. وعلى هامش الندوة نظم معرض مفتوح حول شيوخ المنطقة ومدارسهم القرآنية والتي لا تزال تخطو خطوات شيخنا الفقيد في المرجعية وحسن الأخلاق والتربية. عرفناه مربيا وأبا روحيا، وهذا ما لمسناه منه طيلة السنوات التي درسنا عنده. لتتواصل الندوات تلو الأخرى بحثا وتحليلا واستنباطا لمناقب الشيخ ومنهجيته في العلم والتعلم والكرم وحسن الضيافة، تاركا إرثا كبيرا من تلامذته ومحبيه الذين كانوا له أوفياء حيا وميتا.